من القصص لفضل الذكر. هذا ليس قصة السلف حتى يقول بعضنا هذا أمر كان عند السلف لمكانتهم وإيمانهم وعلو قدرهم وأفضلية زمانهم، ولكن هذه قصة ليست علينا ببعيدة. رجل من سائر الناس، وهذه أحكيها لكم قصة حقيقية. هذا الرجل بعد سلام الإمام، إمام كان واعظ ويخطب كذلك، بعد ما سلم جاء واحد الرجل كبير في السن، قال لك أنا أول مرة كنشوفه، لعله انتقل حديثا إلى الحي. قال لك باقي ما درتش بقية الصالحات، باقي ما درتش أذكار دبر الصلاة. قال لك هو يقصدني وجا عندي، قال لي أنا رجل عامي ما كنعرفش ما قاريش، لكن قل لي شي حاجة نكثر منها، شي حاجة اللي نكثر منها ونبقى نرددها ديما في لساني وتجيني سهلة على قد العرف ديالي والعلم ديالي. هذا الإمام قال أنا دارت الدنيا بي، لأنه فاجئ بالسؤال اش غيقول ليه؟ كيقول لي أنا راجل على قدي، غادي يبدا يحفظ فيه القرآن، غادي يذكر لي أحاديث طويلة ما يحفظهاش. قال لك أنا خصني نقول لي شي حاجة بسيطة سهلة اللي قد هو يستوعبها في ذاك الوقت. قال ليه قد تحفظ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ قال ألهمني الله عز وجل، قال لي نحفظها سهلة، قال لي أبشر. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ذكر خفيف في الميزان، حبيب إلى الرحمن، سهل أن ننطقه، لكن كم ذكرناه في حياتنا، وكم رددناه في خلواتنا، وكم لهجنا به بألسنتنا. يقول هذا الإمام، عاود لي، قال لي الله يجزيك بخير هذا الحديث، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حفظتها سهل، ولكن بغيت الحديث كذلك رجاني سهل وقد نحفظه. قال لي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال رددتها 3 مرات فحفظها الرجل، حفظها ولله الحمد سهل من يومها، والرجل يدعو الله عز وجل بها. في المطلق مع شي واحد كيقول ليه شوف راك جوج كلمات ساهلين على اللسان وتقاد الميزان عند الله عز وجل وكيحبهم الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، بقى تقولها سهلة. قال فصار يدعو بها أهله وجيرانه والناس في الشارع في العمل أينما راح وكيكررها سبحان الله وبحمده. قال لك فين ما كنشوف في المسجد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال غاب عندي واحد الأيام، غاب عليا بعد مدة، غاب عليا فعلمت مشيت نسول عليه، فقالوا لي مسكين رجعته جلطة دماغية وراه ناعس في السبيطار. قال لي مشيت نزور في السبيطار، فالطبيب تعرفت عليه الدكتور ديال تم اللي هو كي يشوفوا الحالة ديالو كي يعدها، قال لهم راه غايب عن الوجود وما كيتكلمش لأن عنده جلطة دماغية والأجل بيد الله، راه غايب ما كيتكلم ما والو. في يوم من الأيام أخبر بأنه مات. قال فمشيت وفق الله عز وجل هو اللي غسله في المستشفى. قال ألقيت الطبيب والطبيب مصدوم، طبيب مصدوم، قال لك هذا الرجل هو سبب الاستقامة ديالي والتوبة ديالي. قال لي كيفاش؟ قال لي مشيت نزوره نشوفه الحالة دياله وبوحدي في الغرفة ويشهد الله على ما أقول. قال لك ملي دخلت عنده هو في الغيبوبة دياله في الجلطة الدماغية. قال افتح عينيه وشاف فيا لأنه دير السناطة ديالو ودير بدلة ديال الطبيب. قال قلت لعله والحمد لله ذهب مرضه. فقال لي الدكتور، قال لي نعم، قال لي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم أفاض الروح إلى باريها. قالوا مات.
ختم الله عز وجل له بذكر الله.